هو شنو مشكلة المخدرات المتواجدة بكثرة كبيرة برشا في الـ في الـ في الحوم، اللي هو مربوط باللي ما فماش اكتيفيتي، مربوط بقلة دور الثقل، معناتها فما كيما نقولوا موجة كاملة هي تربتت خذيت على عاتقها القنب خذيه على عاتقه، نقول احنا موجة الانحدار نتاع لي جون نتاعنا، ما العاد يقرا ولا عاد كذا لا عاد فما كذا لا عاد فما كذا. يقول لك السبب هو معناتها هو القنب الهندي، والسبب هو كان جاي مدرا شنيا راهو كذا كان ما جاش، هذا اللي تربطت في عائلتنا وفي كذا، فهمت سكي معناها اللي يقعد ديما تو حديثكم محلاه وواضح، مي عندنا لا بارتي سوسيال اللي ماهيش واعيه او بوين اللي تقبل ابوبري الكلام نتاعكم. هذاك علاش سي لوكازيون باش نوعيوا العباد باش نوضحوا الامور. وكيف ما قلت انت سي فري راهو سي ان سيركل فيسيو، مي راهو مش السبب القنب الهندي هو الغاديك، السبب الاصلي هو اخفاق الدوله في سياساتها الكل تجاه الشباب، اخفاق الدوله في العلاج، اخفاق الدوله في الوقايه، اخفاق الدوله في التربيه في التوعيه في التحسيس، اخفاق الدوله قلت انت في ايجاد دور شباب ودور ثقافه دو بروكسيميتي. الحوام الشعبيه راهو محمد، الحوام الشعبيه والمناطق الداخليه اي ان بو بارتو فهمتي في الجمهوريه لاحظناها قبل وانا في دو تيران. السبب الاول للاستهلاك برشا اسباب، هي عدة سبب الالو هو القلق، هو ما عندك ما تعمل، هو ما عندك ما تصنع في حياتك. كان جاو يستثمروا في دور شباب ودور ثقافه، معناها دي سونتر دو بروكسيميتي، راهو الشباب يتلهى بحاجات اخرى، راهو عنده وين يقضي له على اوقات الفراغ نتاعو. اي فينالمون سي ان سيركل فيسيو خلينا وانا نوصلوا الى ارتفاع الاستهلاك للاسف الشديد. والدوله قدام هذا الكل وتجاه الاخفاق نتاعها فاش تعمل في بقعه ما تتحمل مسؤوليتها الدوله، لا تزوج بالشباب في السجن. مش كان الفا، مش كان تقشيره، مش كان الرابرات، مش هذاك كل يوم على الواحد. نحن كل يوم ما بين المعادل ما بين 5-10 يوميا يكلمونا في حالتها وتوقف هاو حاشو محامي هاو طالب منه باش يمشي تحليل الى اخره. والسبب هو سيجاروزات، السبب هو سيجاروزات، ساعات السبب هو ورق، ساعات السبب هو شبهه، ما ثم حد شيء يقولوا عينك احمر اجا باش ندورك تحليل. ميم با وصلنا للمرحله نتاع الاستهلاك، ما وصلناش. ثم عباد قاعده دور وما نحكيوش، ثم عباد اخرين عاده حدث ولا حرج لا هو مستهلك لا حد شيء، او قاعدين نشوفوا فيها الظاهره الايامات الكل البراكاجات اللي قاعده تصير لنا في شوارعنا. براكاجات ولات عندنا عباد انا ما نعتبرهمش بوليسيه، ما نعتبرهمش امن جمهوري، لانهم انا نعتبرهم منتحلين صفه الامن، يلبسوا زي يبدو ويقفوا في الكياسات يتعرضوا للعباد، فتش السيارة ثمشي طرف زطلة ثمشي كذا، وهذه معلوم لأنه الزطلة والمخدرات في تونس هي كانت الصندوق الأسود متاع بن علي ومتاع وزارة الداخلية، منين بشي يتمعش. واليوم أبارامون طاول البريود هذي ميسرة، فهبطوا علينا البوليسية أو مجرم بوليسية نسميهم أنا في الشوارع يبركيو في العباد، فتش ما يلقاش عندك ساعات تعرفش يعمله، ينحي هو وبرشا بوليسية تتكيف ينحي هو ايه مش الكل واحد وهذه الموجود عطيني 300 ألف عطيني 500 دينار إلى متى الشيء هذا؟ إلى متى قانون 52 باش يقعد سيف مسلط على رقابنا الناس الكل، مواطنين كاملين شباب، سواء يستهلك سواء ما يستهلكش، المستهلك ماهوش مجرم، هذه قالته المنظمة العالمية للصحة، هذه قالوا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أكثر من هكا يعني الانستونس سوبيريور اون لا ماتير. قالت لك المستهلك ماهوش مجرم. حمل الدخل حتى رئيس قيس سعيد في شهر جانفي وقتها خرج قال معناتها شباب المستهلك يعتبر زلة قدم او زلة لسان، معناه حتى الرئيس معناتها معناتها كونتر الاستهلاك تقريبا. علاش كان ذكروها معناتها اي 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 قال زلة قدم دونك يعني معناتها إلي لو طون باش نفيقوا الناس الكل معناتها إلي لو طون وإلي لو طون زاد وأنه السيد رئيس الجمهورية خويا يلتفت إلى الشباب ابخي تو شباب مساندو هو اللي وصلوا للمنصب اللي هو فيه، وقيت باش يلتفت للشباب وقيت باش ينحي هالصفه هذه اللي مسلط على رقابنا. بما انه اليوم اقترح انه القانون هذا يتنحى كومبليتمون والا يتبدل يتبدل فما بديل على القانون هذا؟ ثم البديل عندنا مشاريع قوانين تو نقدموها له حاضره وكل شيء. اعطيني تو التدخل العاجل والحيني هو الغاء الفصول 4 و8، ما عادش ثم جريمه الاستهلاك وجريمه الفصل 8 تردد على الاماكن التي اعادت للاستهلاك.